عمي نجيب محفوظ لما قريت له الروايه لقيت ان في تشابهات كبيره قوي بيني وبين سعيد مهران. تعرفي سعيد مهران بطل روايه اللص والكلاب؟ في تشابهات كتير قوي بيني وبينه. وانا حسيت ان نجيب محفوظ بيتكلم عليا. سعيد مهران بطل روايه اللص والكلاب كان برضو بيحب القرايه وكان مجرم. شفت نفسي فيه. يعني انا حسيت ان هو ده انا، بحب للقرايه، باجرامي، بدماغي، بكل حاجه. سميتها اللص والكلاب بتمحك اول حاجه في عمي نجيب محفوظ. انا كنت مسميها الاول ليله نبات الملاك، ولكن هي تقدر تقولي ارهاصات عن حياتي. ولقيت ان العنوان مناسب جدا. حتى انا كنت كاتب فيهم بيت كنت برضو بتكلم فيه عن نفس اللقطة. محتاجة كام برهان؟ انا مش سعيد مهران ولا انتي نبوية ولا حتى هو عليش. سعيد ومات في الاخر، بس انا راح اعيش. صحيح واحد تاني، بس ادي المكتوب، قتلتم المربوط وسبتم السايب.